رغم الهدنة لا يزال صوت الرصاص مسموعا، والطرفان ينكران أي خرق، والوسطاء الدوليون يحققون في تلك الوقائع. ماذا يحدث في السودان بعد أسابيع من الاقتتال؟ بعد فترة قصيرة من بدء سريان الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ وفق إعلان جدة برعاية سعودية أمريكية، تعرضت قاعدة جوية عسكرية تابعة للجيش شمال العاصمة الخرطوم لقصف صاروخي، ووقعت هجمات جوية وأخرى بالمدفعية في العاصمة وحولها، استهدفت مراكز وتحركات لقوات الدعم السريع. اختراق الهدنة في الساعات الأولى لم يقتصر على قلب العاصمة فقط، بل تجددت الاشتباكات المتفرقة بالأسلحة الثقيلة شمال الخرطوم بحري وبالأسلحة الخفيفة في محيط منطقة المهندسين بأم درمان. الهدنة الهشة التي يطالب الوسطاء الدوليون بضرورة احترامها لتسهيل عملية الإجلاء والمساعدات الإنسانية، وقعها ممثلو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال محادثات في جدة بالسعودية يوم السبت الماضي. الرياض وواشنطن طالبا طرفي الصراع بضرورة التهدئة والوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوع، وأعلنت الولايات المتحدة تخصيص مساعدات إنسانية بقيمة 254 مليون دولار للسودان ودول الجوار، في حين هدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بفرض عقوبات على الأطراف التي لا تلتزم باتفاق جدة. مع دخول الأزمة أسبوعها الخامس، فهل ستصمد الهدنة؟